السلام عليكم ورحمة الله. احنا الان في منطقة كاشو السيومرة، جينا نصور شقة في مشروع برود سكاي لايف، الدور التاسع، شقة 3 غرف صالة، مساحة الشقة تقريبا 170 متر مربع. ندخل نشوف الشقة. عندنا المدخل هنا، نجي هنا على اليمين المطبخ، لها بلكونة خاصة فيها، نجي نشوف الغرفة الأولى. الصالون مساحة جيدة ما شاء الله، لها إطلالة جميلة جدا على الطبيعة وعلى البحر. الإطلالة هذه من الصالون. طبعا منطقة كاشوستو معروفة بأنها منطقة مختومة قريبة من الأسواق ومن مطار طرابزون، بالإضافة إلى مول جواهر، تبعد تقريبا عن مول جواهر 5 دقائق وعن ميدان طرابزون 10 دقائق. وعندنا هنا دورة المياه الأولى تبارك الله، دورة المياه الرئيسية. طبعا عندنا على اليمين هنا مساحة ممكن نستخدمها للغسالة وأدوات التنظيف. نجي نشوف الغرفة الثانية. عندنا هنا الغرفة الثانية برضو مساحتها جيدة ما شاء الله. وأخيرا عندنا غرفة النوم الرئيسية، لها بلكونة خاصة فيها. أيضا لها دورة مياه خاصة فيها. طبعا الشقة داخل مجمع سكني. الخدمات الموجودة في المشروع مواقف سيارات، جلسات عائلية، ألعاب أطفال، مساحة خضراء،